استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة في العاصمة الرياض سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه. وقال سموه عاقب اللقاء أنه نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسموه ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاهما وتمنياتهما للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، معربا عن سعادته البالغة بزيارة الشقيقة الكبرى والتي تربطنا بها روابط أخوية وثيقة رسختها العلاقات المتميزة المتينة بين البلدين الشقيقين. وأضاف سموه هو أن خادم الحرمين الشريفين أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة ودولة الكويت وأهمية تعزيزها وتطويرها بشكل مستمر وتنمية التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين. وقال سموه إن زيارته تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين وتقديرا للسياسة المتوازنة التي تنتهجها المملكة وقيادتها الحكيمة، معربا عن شكره وتقديره للمملكة قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.